الناس ما كيحقروش الرجال حيت المرأة اللي كتحقر الراجل وانا ماشي معاها. الراجل ما خصوش يتحقر كيما بغا يكون. بنات الناس ما كيحقروش الرجال راه ماشي بحال بحال باقي بنات الحلال اللي كتهلا بعزها وبالشرف ديالو وبالكرامة وباش يوصل واحد غاغدار وراها محالة خويا ياسين. تحية العائلة ديال المعمر قول اسكوفار قول يسهل عليك الله.